بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والأخوة، الضيوف الكرام والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نهنئكم بحلول شهر رمضان، جعله الله شهر خير وبركة للقيادة في دولة الإمارات وللحكومة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات وجميع الأخوة الذين يعيشون من بيننا في هذه الدولة أو على أرض هذه الدولة المباركة، وللأمة العربية والإسلامية. يسعدنا لقاؤكم في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب لعام 2021 في نسخته الثامنة ونسخته الافتراضية الأولى، والذي يعزز دوره كمنصة محلية ودولية رائدة في تطوير القطاع التعليمي بشكل عام، ويجسد جهود إمارة عجمان في تطوير صناعة المعارض وتحويل التحديات التي فرضتها تبعات جائحة كوفيد-19 إلى فرصة مستدامة، ويعكس جهود القيادة الرشيدة في توفير المقومات الداعمة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية والازدهار. إن نسخة المعرض الافتراضية لهذا العام غنية بمجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المتميزة من داخل الدولة وخارجها، لتقديم أبرز التخصصات الأكاديمية والمهنية في مجالات عدة كالطب والابتكار واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الاقتصاد وإدارة المشروعات وتحليل البيانات وغيرها من التخصصات المواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ليوفر المعرض فرصة لأبنائنا الطلبة وإخواننا أولياء الأمور إلى التعرف على خطوات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وأفضل التخصصات المتاحة. كذلك يوفر المعرض قناة تواصل مباشرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المشاركة، والتعرف على أحدث أدوات ومستجدات القطاع التعليمي، لا سيما في ظل تبعات الجائحة والتعلم عن بعد. ولا شك إن استمرارية تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يعكس جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان في المشاركة لتطوير قطاع التعليم العالي والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات المستقبلية التي سيشهدها القطاع الاقتصادي. وأدعو أبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من داخل الدولة وخارجها لزيارة المعرض والاستفادة من آليات التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات المشاركة عبر خاصية الفيديو، إلى جانب التواصل عبر الرسائل والرد على الاستفسارات مباشرة. وكل الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم على جهودها وتعاونها في تنظيم المعرض وتوفير سلسلة من ورش العمل المتخصصة على مدار يومي المعرض، للتعريف بأهمية التعليم الفني والتخصصات المعنية بإدارة وتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإلمام بالتخصصات المستقبلية. كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة كونهم شركاء النجاح في نسخة المعرض الثامنة، وإلى كافة الزوار آملين التوفيق والسداد للجميع. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.